في 30 تشرين الثاني عشية الذكرى السنوية 100 لوفاة دي فوكو أقيمت أمسية صلاة وسجود للقربان المقدس في الناصرة لتقديم الشكر في المبنى الذي امتلأ بهذه الموسيقى للصلاة والتأمل من خلال صفحات الإنجيل. كان هذا العام غنيا بالبركة، وشعرنا أن شارل دي فوكو ما يزال حيا وموجودا هنا في الناصرة. شعرنا بلطف حضور الرب ونحن نقوم بالكثير من الأشياء الصغيرة في كثير من اللحظات القليلة خلال هذه المبادرات وما بعدها. هذه سنة ممتلئة بالبركة حقا. أبتي إني أسلم لك ذاتي، فافعل بي ما تشاء، ومهما فعلت بي فأنا شاكر لك. ليس لي رغبة أخرى يا إلهي سوى أن تكمل إرادتك في وفي جميع خلائقك. هذه الكلمات للطوباوي دي فوكو كانت جزءا من ترانيم قداس للرومي الملكيين الكاثوليك في كنيسة القديس يوسف الناصرة. أعتقد أن حياة شارل دي فوكو هي رسالة للجميع وخصوصا للجماعات المسيحية، وهي رسالة تعلمنا كيفية قبول الآخرين ومحبتهم. فقد عاش دي فوكو مع الناس من ديانات أخرى ومع الناس الذين كانوا مختلفين تماما عنه، عاش بينهم وكان شاهدا للمسيح. بعد 3 سنوات قضاها في الناصرة حتى عام 1900 انتقل دي فوكو إلى الجزائر وعاش مع المسلمين الطوارق، فكان شاهدا على الحب والاحترام المتبادل. أعتقد أنه لو كان الأخ شارل حاضرا هنا اليوم فإن رسالته لي وللناس من حولنا هي أن نبقي عيوننا على يسوع ونستمع إلى كلمته ونحاول عيشها. ليتنا نحاول أيضا أن نعيش كما عاش دي فوكو خلال تلك السنوات 3 في الناصرة، ببساطة وتواضع واحترام تجاه الآخرين وانسجام مع كل شخص.